اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الملك اوسر كاف. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم عن تاسيس الملك اوسر كاف للاسره الخمسه، ونقول ان المؤرخ مانيوتون هو اول مؤرخ قسم الملوك المصريين في مصر القديمه لسلالات واسر في كتابه المفقود كتاب تاريخ مصر. كان الهدف من التقسيم ده انه يكون قريب جدا من التقسيم اللي حصل للحكام اللي حكموا مصر في العهد البطلمي، ومع ذلك المصريين القدماء لاحظوا وتنبأوا بانتهاء عهد الاسره الرابعه وبدايه عهد الاسره الخامسه، ووثقوا الكلام ده في البرديه دي اسمها برديه وستقار. وفي الروايه دي اتنبأ الملك خوفو بزوال سلالته وصعود سلاله تانية على عرش مصر من خلال توالي ثلاثة إخوة، والإخوة دول هم أبناء رع وهم دكديف رع وخف رع ومنكورع. وفي بعض الباحثين بيعتقدوا إن القصة أو الرواية دي بتعود يا إما لعهد الأسرة السبعتاشر في عهد الدولة الحديثة، أو الأسرة الاتناشر في عهد الدولة الوسطى. ورغم كل الأدلة اللي احنا ذكرناها خلال الفيديو، واضح إن كان في اختلاف كبير جدا بين الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة، أدى للانقسام والتغيرات الكبيرة جدا اللي أثرت على تاريخ مصر اللي حصلت في الوقت ده. والتغيرات دي واضح إن أثرت في حاجتين مهمين جدا، وهما دور الملك والديانة المصرية، وده كان واضح جدا في تفضيل الإله رع وعبادته وتقديسه عن بقية الآلهة التانية، وده كان واضح جدا في عهد الأسرة الرابعة، وده جعل الإله رع كأنه إله موجود فعلا، وبالتحديد في وقت حكم الأسرة الرابعة كحكام، لأن كانت الأسرة دي بتهتم جدا بطقوس الدفن الملكية. وبالنسبة للملك أوسر كاف فمفيش وظيفة بالتحديد متحددة ليه في الوثائق الملكية المكتوبة. المؤرخ جيلمال بيقول إن الملك أوسر كاف قبل الصعود للعرش كان كبير لكهنة إله رع في مدينة هيليوبوليس أو مدينة سغبو بالفرعونية، وكان الكلام ده موجود في بردية اسمها بردية وستقار. وافترض عالم المصريات الدكتور فرنانديز بيتري وجود علاقة بين أصول الأسرة الخمسة ومدينة سغبو، وأشار الدكتور فرنانديز بيتري إلى أن اسم مدينة سغبو في المصرية القديمة بيشبه لحد كبير اسم مدينة ألفنتين اللي اعتبرها مانيوتون هي بداية ظهور الأسرة الخامسة في عهد الدولة القديمة. وبالنسبة لعالم المصريات الدكتور ليبتري بيقول إن بردية وستقار والسقط كتقليد بيذكر أصول الأسرة الخامسة، وده ممكن يعتبر تفسير لتقسيم المؤرخ مانيوتون الملوك المصريين في عهد الدولة القديمة إلى أسرات. ده بيفسر عدم وجود علاقة معينة بين مدينة ألفنتين وبين ملوك الأسرة الخمسة. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنكمل كلامنا عن الملك أوسر كاف، وهتلاقوا لينك الفيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.